يستطيع صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفسر قولي. دلوقتي لو جينا نتكلم على الكاردياك سيتي أعتقد دي لا يخلو منها امتحان برضه، يعني إذا كان الأنجيو الأخطرة لازم تيجي فيها حاجة، الكاردياك سيتي بيجي فيها حاجة، لما راي بلس أو ماينس مش دايما بيجي فيها، بس يعني يعني حديثا بقوا بيجيبوا ام ار اي. فلو نيجي نعمل كومنت على الكاردياك سي تي هنتكلم على اربع حاجات، على الفيو والويندو والنون كونتراست والكونتراست، يعني دارت ولا ويندو ولا دارت كونتراست، ولو كان في كونتراست هنقول هل هو كونتراست تايمينج ده ديكسترو فيز ولا ريبو فيز. مقصود بالديكسترو فيز او الريبو فيز احنا اول ما احنا بنحكي كونتراست فين؟ فين؟ فالمفروض هيروح الاول للرايت سايد وظهر، فتلاقي الرايت سايد منور والليفت لسه. وبعدين يبقى ده ديكسترو فيز. بعدين يروح لللانج ويرجع تاني على الايه؟ على الليفت سايد. فيكون رجع للرايت سايد بلاد عادي من غير الكونتراست. فيبقى طفى شويه وهيبقى اللي منور قوي مين؟ الليفت سايد. وبالتالي انا لو شفت الليفت سايد هو اللي منور بسمي ده ايه؟ ده ليفو فيز، شفت الرايت سايد اللي منور يبقى ديكسترو فيز. طب ايه اللي خليني اعمل ديكسترو فيز؟ كنت بس انا بدور على حاجه في الرايت فنتكل في الار في او تي في البارمونر سيكليشن. طيب ايه اللي خليني اعمل ليفو فيز؟ حاجه بقى ال في الليفت اتريوم اورطا، يبقى اعمل الليفو فيز. سام تايمز العينين يبقوا بياخدوا بولس، يعني خد اي في كونتراست وخد واحده وراها تاني، فتكون النتيجه ان لو الاثنين مع بعض خلاص مش هتقول لي فيز بقى. بس برضو لو انت شفت مثلا اي في فالف مفتوح، يبقى انت في انهي فيز في الكاردياك سايكل؟ دايستوليك. بتقول ده دايستوليك فريم، يعني برضو بتبين ان انت قد ايه واخد بالك من الصوره. خلاص ده لو قدرت تعرف بعد كده بتكتب بقى الايه؟ الفاينل. طب نيجي للفيو. الفيو الستاندرد ان احنا بنعمل اصلا السي تي الستاندرد بتطلع صور ايه؟ ترانسفيرس سكشن، فده الستاندرد عادي. بس انت بقى في ليفلز احنا نعرف ان مثلا زي مارك كده فاحنا الفيو بقى لو انا بعمل سي تي هنا في هذا الليفل هلاقي ايه؟ هلاقي الثلاثة ايه؟ جريد فيزل، وفي هنا اثنين هيبقوا ناحية، وفي هنا التراكية وراه مين؟ وصوجت. فلما اجي اشوف الكات بتاعت دي هلاقي عامله كده، طبعا فيرتيبرال كولوم هنا، وبعدين هتلاقي التراكيه كده وراها. التراكيه دايما بتبقى اوسع من الاسوفجس، الاسوفجس ماسكلر فتلاقيه بي صغير بي كونتراكت يعني. ف شفته ولا ما شفتوش مش فارقه خالص، انا ممكن يبقى اصلا ايه مقفول بالكامل، فمش هتشوف اليومن فيه ولا حاجه. انما التراكيه لازم تشوفها. وبعدين هتشوف بقى الجريد فيزلز، هو ده شمال وده يمين، فانت عندك في اثنين بيبقوا على الايه؟ على الشمال، وفي واحده هيبقى على اليمين. فدول يبقى ده الليفل بتاع الايه؟ اوف جريت فيرجن او سوبر اورتيك فيرجن، سميها كده. وهتلاقي لانج طبعا على الناحيه دي. طيب نزلنا تحت شويه هيبقى الليفل بتاع الاورتيك ايه؟ ارش. هيبان ازاي؟ هيبان بقى الارش هو بيعدي من اللي فين؟ عند التراكيه. ده القرش بيعدي من الرايت لليفت كده، ما ماشي كده رايت تو ذا ليفت، ماشي من الرايت انتيريور تو ذا ليفت ايه؟ اوستيريور. طيب هو وهو معدي كده هنا بقى ممكن تلاقي جنبي مين؟ السوبر فينا كيفا. خلاص واضحه دي ولا ايه يا محمد؟ يبقى الاقي السوبر فينا كيفا جنبي. انا لسه ما كنتش اذا كان كونتراست ولا دارك كونتراست، بس طبعا كل ما كان في كونتراست كل ما تشوف الاسترشرز دي احسن. لو مفيش كونتراست بتبقى جريش وخلاص، لما تبقى لو في كونتراست بتبقى لونها ايه؟ ابيض. ويبان بقى ديلينيشن للسوبير فيناكيفا مختلف عن بتاع مين؟ بتاع الاورتا. اوكي؟ طيب هتنزل تحت اكتر، لو تنزل تحت اكتر بقى لو نزلت تحت اكتر هتبقى في الليفل بتاع الاورتا اسندنج، وورا هيطلع مين؟ الديسندنج، وفي النص تبقى فيه الايه؟ البالمونري. فهلاقي بقى الليفل بقى عامل كده. عين التراكية. بقى ascending aorta هنا و descending aorta هنا. خلاص؟ والبالمونري ارتري هتلاقيه كده.
لان الرايت بالمونري معدي ورا مين؟ الاسندنج اورت، فتلاقي الرايت بالمونري ارت معدي ورا ده الليفت بالمونري ارت. ويبدأ الاسندنج اورت. طب لو انا شفت حاجه هنا كده ده مين؟ ستيل سوبيريور كيفه، ولو نزلت تحت سنه هتبقى داخل على الرايت ايه؟ اتريم. طيب بعدين نزلت تحت شويه بقى فهتشوف بقى ايه؟ الاورتا اللي هو الاورتيك فالف، يعني الليفل بتاع الاورتيك فالف يبقى دي التراكيه. طبعا انت لو نزلت تحت كده يبقى انت ممكن تكون اصلا التراكيه بايفركيشن خلاص خلص، فممكن ما تلاقيش تراكيه اصلا، تلاقي بس ايه صامل بس، او تلاقي الليفل بتاع التراكيه بايفركيشن تلاقي حتتين جنب بعض كده وابتدت توسع شويه. المهم مش دي مشكلتي، يعني مشكلتي ان انا هتلاقي عارفين الشورت اكسس فيو بتاع اللي هو الجريد فيزل هتلاقي بقى هنا ليفت اتريم بوستيريور وداخل فيه الاربعه ايه؟ بالمونري فيز. ماشي؟ مش لازم بقى تشوف الاربعه بالمونري فيز، ممكن تشوفهم من ناحيه ناحيه لا على حسب الانكلينيشن يعني. وهتلاقي زي التراكيو وهتلاقي فيه رايت اتريم تو ذا رايت اللي هو كان سويفر كيف لما نزلت تحت شويه هتلاقي ايه؟ وسع شويه بقى انت داخل من هنا على حاجه اوسع اللي هي الرايت اتريم خلاص، وهتلاقي حته من الار في او تي اللي هي دي وهي داخله على بدايه البلمون كده. فيبقى عندي هنا ده ليفت اتريم اورتا رايت اتريم ار في او تي، فتقول ان ده الليفل بتاع ليفت اتريم اورتا ار في او تي مثلا. نزلت تحت اكتر عملت بقى الفورد شامبر دي هو في التراك فيو فاندر معكوس الاورطه فوق ومن تحت البنبورة. نعم في التراك فيو تبقى معكوس عشان انت بص صبر انت بص كده هتلاقي اورطه بنبورة. بس كده بس الشبك يعني يبقى شكله زي الكراك. هنا بقى لما تنزل تحت ما فيش تراكيه خالص بقى هتلاقي الفانت اللي هو الايبكس دايركت تو ذا ليفت، تلاقي الهارت شكله عامل كده. اللي هو الفورد شامبر هيبقى ال في طبعا ال ايه اللي موست اوستيريور رايت اتريم رايت ايه فالتشينج بقى تقدر وتقدر تقول اذا كان في السيستولا ولا بس. طيب احنا اول حاجه عايزينها نقول الفيو، فاحنا قلنا ان الفيو بيعتمد على الليفل فده الترانسفيرس سيكشن بس بتحدد الليفل بتاع الليفل اللي هو سوبر اورت بيزنس ليفل اوف اورتك ارش ليفل اوف بالمونري ارتري بايفوكيشن ليفل اوف ليفت اتريم ار في او تي ليفل اوف فور تشامبر فيو. ده ازاي بيطلع؟ ده كل وقت هو سجل لا لا دلوقتي بنقطع مع بعض كده. اول حاجه ده مين؟ ار في لا ده رايت اتريم ادي رايت اتريم بعدين مين؟ ده يبقى مين؟ رايت فنتكل وده مين؟ ادي رايت فنتكل وادي ليفت ايه؟ فنتكل ورا بقى بوستيريو كامل كده في ليفت اتريم وعامل كده هو كان عامل كده كده بس في مرحله هشوف فيها فينتريكلز مش هشوف فيها لو نزلت تحت خالص تشوف شيء تاني تشوف شيء طيب هل ده الفيو الوحيد؟ الفيوهات الوحيده اللي هو ترانسفيرس؟ لا المالتي ستار سي تي بقى بيتعمل له ريكونستراكشن بحيث ان انت تقدر تقطعه ايه ساجيتال تقدر تقطعه كرونال وبالتالي بقى ما بقاش عندك بس الترانسفيرس سيكشن فيو لا هيبقى عندك بقى كمان تو فيو سيم هما الكرونال والساجيتال. طيب نيجي بقى للساجيتال فيو. ساجيتال فيو يبقى انت عندك سترنم قدام عندك فيرتبرال كولوم ايه ورا عندك ديافرام كده والمفروض بقى ان انت لو هناخد شكل يعني 3 دي شويه فانت عندك الليفت اتريم از موست بوستيريور ستراكشر عندك التراكيه بتبقى داخله هنا كده تبقى سودا وتنتهي هنا بالبايفوكيشن خلاص تحت ما يبقاش في حاجه تلاقي الاصابه جت وراها ووصل لغايه الايه؟ لغايه هنا لغايه
الصوت يعني تلاقي البلمونري ارتري بيطلع من الرايت فنتركل ويتفرع على تو برانشز وعندك الاورطة بيطلع من الليفت فنتركل ويعمل اورتك ارش وينزل باستيريور طلع من الليفت فنتركل فالمهم طلع انتيرير ويرجع لورا ويدي برانش كده وهيدي برانش الناحية التانية بقى عشان يروح هناك كده وعندك السوفيز بلاكيبة هينزل من الرايت سايد هناك علشان يفتح في الرايت اتريوم وده الـ AV جروف وصول هيبان هنا ده يبقى ليفت اتريوم وليفت اتريوم الأبندج تبقى طالعة بتاعته قدام كده ده دي ليفت اتريوم ليفت فنتركل رايت فنتركل رايت اتريوم هيبان من ورا ار بي او تي بالمونري ارتري ده السندنج ثراسيك اورتا ارش السندنج اورتا كورونرز بقى طبعا لو هتطلع تطلع تلاقي انتير ليفت انتير بسند ليفت يطلع من هنا كده ويروح انتير ويدي ال اس اكس ورايت كورونر هيروح بقى الناحيه الثانيه المهم فده ساجيتال فيو انا بقى لما اجي اخد سيكشن على حسب انا خدته فين ما انا ممكن الساجيتال ده هيقطع كده لو ان انا قطعت هنا لا رايت اتريم لا ومين واس في سي ورا فالمونري ارتري صح كده؟ لا انا هقطع ده يبقى انا لو هعمل ده هلاقي اس في سي رايت اتريم كده دي اول حاجه قدام والاقي وراها في بالمونري ارتري ده بس انا قطعته اند اون اللي هو رايت بالمونري ارتري فيبقى عندي ده رايت بالمونري ارتري عندي ده اس في سي عندي ايه؟ دي الحاجات اللي الواحد ممكن يشوف فيها بقى اي مثلا ماس في الرايت اتريوم اللي هو بالكونتراست ممكن تشوف فيها ستنت مركبينها في الاس بي سي لما تيجي كان عنده مثلا ستينوزز او كان وات ايفر ساعات بتشوف كمان يعني لو هنشوف الازايجوس فين هو بيصب فين؟ في الاس بي سي طيب قطعت هنا هتلاقي مين قدام؟ رايت فنتركل و انا اسف ممكن اعمل ده كده ماشي رايت فنتركل ار بي او تي وبعد كده ايه؟ اورطا فوق دي انا برضه كده اول حاجه قدامك تبقى رايت فنتركل الار بي او تي وراها ويبقى فوق هنا كده في ايه؟ اورطة ارش مش لازم تقدر تجيبه بقى للاخر بالظبط لان ممكن الاورطه ما هوش بيلف كده يعني بيلف يروح هنا شويه فبالتالي مش عارف ممكن تجيب القرش بس ما تجيبش الديسندنج ايه؟ تراسك اورطه وممكن تجيب الديسندنج بقى في اخره بس وهتقول ان في كوارتيشن دي حته مش فيزبل انتوا متخيلين الفكره؟ يعني هو الارتري الاورطه طالعه كده ويطلع الاورطه كده ويلف كده فانت مش قاطع بالورد كده عشان تجيب ده قدام بعض انت قطعت هنا فتقطع القرش بس الاسندنج والقرش وما عرفتش تجيب الديسندنج بس لان الاورطة بينزل النازله دي كده فممكن الكات دي تيجي جايبها ايه اخر الاورطة من تحت فيبان لك اخر الاورطة ويبان لي ايه المهم هيبقى عندي هنا ار في وار في او تي ويبقى عندي هنا الايه الاورطة القرش وممكن تشوف فيها الديسندنج ثراسيك اورطة وتشوف كمان ال في كدايره كده المهم طبعا لو انت جيت هنا اكتر بقى ده احسن فيو يفتح لك الار في او تي والبلمونري اللي هو كده هتلاقي ار في او تي بلمونري هتلاقي بقى البلمونري فالف هنا احنا شفنا فيو زي ده باين لك بقى ايه الرايت فنت كله انلت والايه شبه الفيو بتاع الجيجو ايوه شبه بتاع الجيجو ده اسمه ساجيتال فيو باقي مين؟ كورونا فيو انا هقطع كده يعني هاجي ده واقطعه بقى ايه؟ كده
واشوف من قدامي يبقى تقريبا هو البوينت كله. نعم تقريبا ده بترتيب الاستراكشر دي قطعته قدام ارايف فنتكل وار في او تي تعرف شويه اللي فنتكل وايه واورطه يعني ممكن نجرب نشوف كده. لا هيبقى ده زي الاكس راي بقى بس انت دلوقتي هتشوف رايت فنتكل مع ار في او تي بالمونري بدايه الار في او تي وهتشوف ال في بس ايه كده يعني ار في او تي فيو بس كان على ايه كورونا. طيب روح مور بوستيريور هتقطع ليفت فنتكل اللي في او تي هتعمل كده طبعا انتوا عارفين بيعملوا اكس يعني ده يبقى كده ليفت فنتكل او تو تاكس هتعمل كده هتلاقي ليفت فنتكل عامل كده وبعدين نطلع الايه الاورت والرايت فنتكل هو اللي باين بس ايه السلت كده ممكن تشوف البالمونري من بره زي ما بنسميه ال في او تي فيو دول اكتر اثنين فيوز يعني مهمين. خلينا بقى نشوف الحاجات يبقى احنا دلوقتي بنقول هنحدد الليفل الفيو يا اما ترانسفيرس يا اما ساجيتال فيو يا اما ايه كورونا فيو الليفل بتاع كل واحد على حسب انت ايه فين ترانسفيرس ادي الليفلز بتاعته لو ساجيتال فيو دي الليفلز بتاعته لو كورونا فيو دي الليفلز الترانسفيرسور والازياء الترانسفيرسور والازياء. طيب ويندو بقى بتوع سي تي يعرفوا ان هم بيعملوا تو ويندوز بيعملوا ويندو اللي هو العادي اللي هو من غير يعني في حاجه اسمها لونج ويندو وفي فيزرز ويندو. اللونج ويندو ده اللي بيبين ليه الابنورمالتيز في اللونج ودي اصلا حاجه مش ايه مش تبعنا يعني ما هياش المفروض ان احنا اللي جينا وان كان اللونج ويندو تعرفوا ازاي لو انت لقيت في بالمونري فاسكليتشر واضحه بروك فاسكولار ماركينج باينه خلاص ده اسمه لانج ويندو. لقيتها سودا بلاك خالص يبقى ده مش لانج ويندو. كده انا مش مطلوب منك انك تعلق هو اي ويندو بس لو لقيت لانج ويندو اكتب انه لانج ويندو. لو تعرفوا ازاي؟ لو لقيت ايه؟ بالمونري باسكليتشر باينه في لون ابيض في الهارت. طيب كونتراست ولا ذا كونتراست؟ هيبان بقى تقولوا اعرفوا ازاي؟ لو الهارت والفيزلز بانوا جراي بس كلهم على بعض ساكنين في بعض ده نان كونتراست. لو في كونتراست لازم هتلاقي ستراكشرز واضحه واللون ابيض قوي. طيب الكونتراست تايمنج قلناها من شويه وبعد كده نتكلم على ايه؟ الفايندنج ليتس ستارت. يلا. ما ينفعش اقول ليفو او ديكسو مع سيستور او دايستور. لا ينفع. ينفع ينفع. لو قدرت انا هوريك حاجه. دلوقتي دي سي تي خلاص اكزيال فيو او ترانزفير سيكشن ده نون كونتراست لان الهارت سايح في بعض كده. اوكي؟ طيب دي لونج ويندو لا دي مش لونج ويندو لان تقول لي طب انا شايف باسكليتشرز دي العاديه. انا هشوف اللونج ويندو بقى بيسبان لغايه اب تو ان انت تشوف لغايه لغايه لبره لغايه الاوتر وان ثيرد خطوط ميدل خلاص نادي دي بقى يبان انا جيت بلاك. طيب وبالتالي ده انهي ليفل؟ هل احنا فوق التراكيه ولا تحت التراكيه؟ شايفين تراكيه في النص؟ يبقى احنا تحت الليفل بتاع ايه؟ بتاع التراكيه. طب وهنا ايه الدايره السودا دي ودي؟ دول تو برونكاي موضوعين اند اون ده مين؟ ده ليفت اتريا الدايره دي اورطا السيتنج فراسك اورطا لانها ورا وناحيه الليفت اوكي لان هو كده كده هيبقى موجود ورا الهارت. هو ده اس سي بي سي كان بيه فاهم؟ لا ده رايت كده كده ده رايت اتريم مش باين ده رايت اتريم رايت فنتكن ليفت فنتكن ليفت اتريم فوق وسط بيصير فاتح فيه بالمونري فينز وده هيبقى السيتنج فراسك اورطا اوكي دي بقى اللونج ويندو ايوه دي لونج ويندو دي نفس اللي فاتت تقريبا برضه مش وذاوت كونتراست وذاوت كونتراست ليه قلت وذاوت كونتراست؟ الهارد كله ايه جريش على بعضه كده مفيش استراكشر ما تقدرش تحدد ليفت فيرتكل فين ورايت فيرتكل فين انما باين بقى البالمونري فيز وهي فاتحه في ليفت اتريم ماشي باين التراس السندنج تراس اورت اهو اوكي عاوز احنا اللي جنبه ده اي بي سي صح؟ هنا؟ اه ده لا اي بي سي مش هتشوفه غير لو الهارد راح خالص انت في الشيست مفيش اي بي سي ممكن عايز بس فايه اللي جنب الاورطه على طول في الجنب يعني هو ده في الاستراكشر ده لو احنا في اللنج لو احنا في اللنج يبقى انا عندي ال بوكس راس الدكت
لسه ما طلعتش وممكن الازايجوس فيز ده على يمين او تحت تبقى ازايجوس طب فين البالمونه اللي بينزل ولا ايه لا البالمونه اللي بينزل هما دول الريسبتس دي دول يعني ده في ستراكشر فاتح في الليفت اتريوم هنا وحصلت مش شايفين التفاصيل انا بس بوريكم بقى الفرق ما بين لونج ويندو والويندو العادي اه علاقه الهيب ريكورد ديفيوجن في السولار فيلد يعني ما تقدرش تقول كده لانه ممكن يبقى الكاد اللي فات ايوه اه انا هوريكم يلا دول بقى الترتيب ترانسفيرس سكشن سيتي سيتي اولا نو ده فاس سيتي تشيست ترانسفيرس سكشن ليفل ايوه ليفل اوف فلويد تشامبر فيو ماشي ده في كونتراست واضح ان في كونتراست ده ويست كونتراست وليفو ليفو ليه ليفو لانه الفيرتيكال والاوتا واخدين الصبغه واللايت سايد صبغه ضعيفه ده رايت ويست ورايت اتريم موجودين انتيرير والصبغه فيهم جري شويه عند بتاعت مين؟ ده ليفت ويكتر وليفت اتريم والاورتا واخدين صبغه اعلى وده دي ليفو فيس خلاص؟ طيب والليفل والليفل قلنا على الفور شامبر فيو يبقى ده فور شامبر فيو وده تستنى تراسك اورتا ومش لانج ويند ومش لانج ويند خلاص ده نورمال لسه ما فيش حاجه لانج ويند ترانسفيرس سيكشن دي سكانز اوف ذا سيكشن يبقى ده سي تي ترانسفيرس سيكشن وليفت اش اند ليفلز لا ابوف ذا ديفيسنس شايفين الاورتا دايرتين اه ده تحت الارش شويه شايفين التراكيه بايفوكيشن ليفل اوف تراكيه بايفوكيشن دي لا ده كونتراست ليه بقى لانه باينه باينين من بعض كويس وبعدين ما هياش جريش دي بيضه وبعدين ده مين ده تجريد فيزنس ده مين فيهم ده السن ده السن ده السن لا خد بالك الجريد فيزنس اللي فوق هتلاقي في التراكيه واحده بس ما تبقاش بايفوكيشن هو تحت وبعدين ما يبقاش كبار كده فده السن جاورتا وده السن جاورتا ده لسه بالمونه جاورتا ده اس بي سي ايوه ده اس بي سي سبيف انا كيف وده لسه بالمونه جاورتا ده بالمونه جاورتا ده لسه بالمونه جاورتا هو مفيش ابنورماليتي برضه هل لا انا عايز بعد الدور بسال بقى ممكن يجي نورمال هل متوقع اي حاجه شبه كده بس شو اللي جاي ماشي طيب امال ايه ده معروف ده اورتا هو كمان مع الليفت ويكتر مش باين عشان احنا هنا قاطعين هنا كده في دور بقى الحته دي بس بتاع الارش انما لو قطعنا ورا شويه هنا يبان كمان الحته دي مع الليفت ويكتر طيب النقطه فين النقطه ده الليفت ده اللي لا 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 وراها لا 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 وراها لا 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 ايه اللي موجود ار في او تي اللي جاي في او تي مكان ايه ليفت اتريوم بعد كده الاورتا ليفت اتريوم ده اللي هو اللي بعد ثاني كوبر شوت ده عشان لما بجيب تنزل تحت الاورتا بتاعتك اوكي امال ايه دي ده بايفوكيشن بتاع الكراتيه لا واحدة من التركيب الرونك اللي ناحية اللي رايح اللي رايح اللي رايح لا اللي رايح وش في وش الشنك اللي هي هو السؤال الاورت الارش بيلف حوالين مين؟ ليفت بيلف حوالين الليفت التركية قدامي صح؟ لا انا دلوقتي الاورت الارش اهو لف على حوالين انهي بايفوكيشن التركية؟ الاورت الارش لف هنا يبقى بيلف مين اللي هيبقى تحتيه؟ الليفت رونك ما تبقاش دي ابدا خلاص؟ ادي الليفت رونك
ايدنتيفيكيشن.